المشاهيرية من عبايات تيار البحرين. احنا يعني حاولنا الخليج عامة الذوق متقارب، بس في خصوصية حق كل بلد عن الثاني، فحاولنا نجيب الجلابيات نجيب البحريني القديم، بس طبعا مع تاتشز جديدة مع قصات غيرنا فيها، لكن الألوان الماشية أكثر شيء حق الأعراس والحنة، وهاي هو اللون الأحمر مع الذهبي، الأخضر مع الذهبي، بس حاولنا نغير فيه ونسوي شوية مودرن على أساس البنات يقدرون يلبسونه في الحفلات. وهاي وجبنا معنا كمان الجلابيات الخفيفة القطنية حق رمضان، حق ليالي رمضان، وجبنا معنا بعد تشكيلة من العبايات الأسود في أسود اللي فيها شغل حق السهرة، حق المساء طلعت حتى العصاري، وجبنا عبايات الملونة الخفيفة اللي حن شبابي البنات يحبونها، فحاولنا ننوع أساس يعني نلبي معظم الرغبات. أنا نيبال غندور من مركز كوزمسيرج بالشارجة. أنا اختصاصية تغذية ومديرة الفرع كوزمسيرج وعيادات مستشفى الإمارات. الحقيقة نحن المركز كوزمسيرج وعيادات الإمارات بنهتم أكتر شيء بكل ما يخص التجميل من الناحية الطبية. في طبعا بيكون عندنا شامل عدة تخصصات، منا جلدية، منا جراحة تجميل، منا تجميل أسنان، منا تغذية عشان تنزيل الوزن بالطريقة التقليدية طبعا اللي هي الحمية والرياضة، وطبعا كمان منتجه للعمليات اللي هي بتساعد على تنزيل الوزن من خلال التحويل على طبيب الجراحة العامة. وفي عندنا كمان قسم العناية بالبشرة والليزر، ومثل ما قلنا جراحات التجميلية اللي هي بتجرى طبعا من بالمستشفيات. فطبعا يعني المركز شامل كل هالتخصصات هيدي، ومشاركتنا بمعرض شيك ليدي لأنه المرأة بهالعصر الحديث طبعا اهتماماتها زادت بكل ما يخص التجميل من الناحية الطبية بنفس المستوى إذا مش أكتر، نفس مستوى الأزياء والموضة والميك اب. فعشان هيك نحن حبينا نشارك بهالمعرض هيدا كرمال يعني يكون في اقبال من اللي عم يرتادوا على هالمعرض لحتى يشوفوا نحن شو فينا نقدم من خلال اطباءنا ومن خلال اقسامنا اللي هي مثل ما قلنا رعاية بالبشرة والليزر والاسنان، لحتى العروس تبين باحسن صورة. أنا الدكتورة فيكتوريا عنيني، أخصائية جلدية وتجميل كوزموسيرج. نحكي عن أهمية التجميل والجمال والمحافظة على شباب الشكل الخارجي، وقد بينعكس هذا على حالتنا النفسية والجمال الداخلي، وخصوصا هالفترة كله الاهتمام بالمظاهر الخارجية، بس هذا كتير له تأثير على حياتنا الاجتماعية، على حياتنا العملية، على حتى على حالتنا النفسية. لهيك كوزموسيرج كتير بيهتم بهاي النقطة، بس طبعا بالنسبة من ناحية طبية انه ينعمل التجميل باسلوب طبي وعلمي. وطبعا اهم فكرة بنصح الصبايا فيه بلشوا من عمر صغير، ما يستنوا لعمر كبير. نحن خلقة الله هي احلى شيء بالوجود، نحافظ على خلقة الله ونبرز الجمال الموجود عند الصبايا والشباب. بونسوار، معك فاطمة من مسؤولية مبيعات منى المنصوري. الكوليكشن هو عبارة عن فساتين سهرة، فساتين خطبة، فساتين زفاف وعلى مغربي، يعني تشكيلة من كل شيء. والمعرض كان تنظيمه كتير حلو، يعني كل شيء كان مرتب، والعرض تبع مدام منى كان كتير حلو وعليه إقبال كبير، فإن شاء الله الله يوفق الجميع.